بالنسبه للجلسه المسائيه تخصت الدفوع ديال السيد الوكيل العام واللي رد فيها على ما جاء على لسان دفاع عبد العالي حميد الدين. السيد الوكيل العام كان في واحد المستوى عالي، والحقيقة أنه داك كل ما جاء على لسان الدفاع ديال عبد العالي حميد الدين أدحضه ومحاه وما بقاش عنده آثار، واللي تيتبين بأنه الملف ماشي في المسار الصحيح وأنه المتابعة صحيحة وما كاينش هناك حتى شي خد يمكن يتندر على القرار ديال السيد قاضي التحقيق، وأن المحاكمة غادي تاخذ المجرى ديالها في 9 شهر 7، وتنظن على أنه في هذا الشهر ديال يوليوز غادي يصدر الحكم وغادي تبان الحقيقة، وعلى ومن الاقتناع ديال الصميم على أن الإدانة والعقاب والمعاقبة ديال عبد العالي حميد الدين قربت في هذا الملف هذا. التأجيل حنا بالنسبة لنا كدفاع ديال الطرف المدني ديال عائلة آية الجيد، حنا بالنسبة لنا بنا واحد المجموعة كبيرة، وسبق الدفاع ديال عبد العالي حميد الدين دلا بمذكرات ودلا بوثائق، فما يمكنش حنا نمشيو نرتجلوا بدون ما نطلعوا على شنو دلاو به. تيخصنا باش يمكننا نقوموا بالدور ديالنا على ما يجب، خصنا يعني نشوفوا ونتمحصوا في ذاك الحجج وذاك الوثائق اللي دلاو بها دفاع عبد العالي حميد الدين. إذا كانت الصبيحة تخصصات لطرح دفاع المتهم للدفوع الشكلية، فالحصة الزوالية كانت مخصصة في جزئها الغالب للنيابة العامة. النيابة العامة كانت واضحة في مرافعاتها، أنا كنحمي المجتمع، أنا كنحمي المحاكمة العادلة، أنا كنحمي حقوق المتهم، أنا كنحمي حقوق الطرف المدني. النيابة العامة جاوبت بشكل دقيق وبشكل كفء على هل هناك سبقية البت في هذا الملف أم ليس هناك سبقية البت. النيابة العامة خلصت أنه ليس هناك شروط لسبقية البت، على اعتبار أن الفعل اللي كيتبع بحميد الدين اليوم ليس هو الفعل الذي تبع به في 1993. الأمر يتعلق بفعل جنائي جديد بوقائع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة جنائية سابقا. الأمر يتعلق بشهادة شاهد شهادة جديدة. إذا كان دفاع المتهم حميد الدين تيقول أن مبدأ حجية الأحكام وأن هذا كينسجم مع الدستور مع حقوق الإنسان، فالنيابة العامة نبهات هناك مبدأ دستوري أيضا هو عدم الإفلات من العقاب، والنيابة العامة ركزت على مبدأين: مبدأ التوازن في قانون المسطرة الجنائية، إذا كان من صلاح من حق المتهم أن يطلب المراجعة القرار أو الحكم الجنائي إذا ما ثبت أن هناك خطأ في الوقائع، كأن يكون المتهم قد أدين وظهرت من بعد وقائع جديدة تبرئه، فمن حقه أن يطلب المراجعة. وقال السيد وكيل العام من باب التوازن أيضا: إذا ما برئ متهم أو لم يدن بشأن وقائع وثبت للمطالب بالحق المدني أن هناك وقائع جديدة، فيمكن إعادة المحاكمة من جديد ويمكن طلب إعادة التحقيق على اعتبار أن هناك وقائع جديدة. يعني أن النيابة العامة ركزت على مبدأ التوازن بين حقوق المتهم وبين حقوق المطالب بحق مدني.